جدا. في الختام شو نقول؟ يا استاذ حسين القمه تسعدني ياسر حبيب القمه تسعدني خلاص ضحكت عاد شوف الدكتور نفسي تجي تضحك عندي خليك تضحك اعطيك وقتك تاخرت صح دكتور مره يعني انا هذا اللي جاب خاطرنا قاعد انا احنا قدام يعني اذا احد قال عشان ما نكتب احنا الحين جالسين نمارس عدم الكتمان مبارك الله في الكتمان والله ما هو بزين في كل الامور هذا هدي ليش عشان تعرف في لوكيشن مظلم تدري عند لوكيشن ما يعرف يمكن يطلع منه شيء يعني. والله لا والله لازم نحط انا عندي فقره على الجانب النفسي بس انتم انتم غير مدعوين يا ولد كل ما اشوف احس من الشاه يحيى شاه شاه الهندي يعني وجه التحيه سعيد ان افداح قد هو في امشاء يا الدين كلهم يتابعون احنا افداح تعال ايش رايك اللي يزعل عشان في اللي يكتم ها ايش رايك في اللي يزعل عشان اللعب من زعل من لا من لا شرضه شباب ليه بطاطس الله يصلحكم ان شاء الله عاد انت ما عليك قصر تكفى لا تاكل تعال اجلس يا ولد اسكت لاي مره يا ديري جنبك عشان يكون ديربي على مستوى ديربي الغضب اصبر اصبر عنده حكم عندي طيب لا تقطع نواف قاعد يعطيني لا تقطع رزق فيصل لا تقطع رزق فيصل لا لا ما قاطع والله عليه عليه عطور ما شاء الله عليه اي والله ما شاء الله انت عليك لسان ما شاء الله كل ما شاء الله لا ما شاء الله لا لسان عطنا اكمل تدري ان جرح اللسان اقوى من جرح السنان ما هو السنان الاسنان لا لا السنان الرمح يعني وددت تقبيل السيوف لان الموضوع اللي قبله الموضوع اللي قبله معليش اسمع كمل كمل شيء وددت الدوره انت مره ضحكت عليك في مقابله قالوا له قدمت اعمال تلفزيونيه قال لي كيف قال والد عبله بالله هذا 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 لا والله ابدع ابدع والله احبك يا مشاعر والله احبك المهم اسلم كمل بس غير شعار القصيده ليش ما كملتها؟ غير العنوان لا وددت تقبيل السيوف لانها برقت كبارقي ثغرك المتبسم لمعت كرسيف الله لمعت كبارقي سيف الله السلام عليكم ترى يكفي ما اعطوني فلوس الاعلان فلا تعلن يكفي اعلاني ما طلع يكفيك شرف انك ها شرف خلص الاعلان تمثل قناه نفسها يا الربع هذا دافعين لي فلوس تبي احد يمدحك دق على يا اخي ترى اسمع انا ما اجيب فلوس انا اجيب الناموس يا ابن مدوخ احنا جينا بالناموس بس عاد يا حلوه مع الفلوس اسمع ناموس فلوس اسمع اسمع يا الربع ها كاميرا هنا وراك وحده ما عليه بالكاميرا انطع صمت في حضره تعال احنا نبي نشوفك تعال شوف يا الربع يعني سير سيفر شوفوا لا تصارخ علي اسمع السيفر بغض انه بغض النظر انه شيء ما ترد زين امن بعد اذنك يا نواف شوف شوف عشان تشوف الجمال اللي هني هذا معلل ترى شوف مو مشكله واذكر بان ذكرى تنفع المؤمنين لا تقلق شوف حبيب قلبي ايش اسمه انا مركز تعجبني تقزوم ها حبيب قلبي شنو رخيص شنو الاشتراك آمن صج اللي تطلع وانت مطمئن يعني اي برنامج ثاني اي قناه ثانيه تخاف انه تطلع لقطه خاطشه للحياه لقطه غلط لقطه شيء صح ولا لا قناه المجد يقول لك امنه لدرجه انهم من كثر من كثر ما هم واثقين محتواهم يقول لك الصدر يقول لك اشترك ونطلع شيء يخدش الحياه ولا شيء عكسي او سلبي شافوه اطفالك احنا نعوضك تعال طيب شو نسوي بالجوالات درجه الثقه اللي هم فيها ما يخدم ها ممكن تخرب ما يبني طيب. السيفر هذا جوالات سو ما في جوال يغني طالب يغني انت لما تكبر تحكم عقلك ولكن هذا يقول لك يا حبيبي قنوات الاطفال اصبحت امنه المقصد اطفالك طب انت رحت تهدد ملائكتك اللي في البيت احباب الله في 10% تروح للوقف مو تبون تسعدون ساره نسعد ساره بالفعل مو بس بالكلام صح ولا لا؟ زهلنا يا حي والله عينك انا ما جيتكم الا اخبركم والله جبنا الدخيل وال10% تطلع هذه بعد الله في توفيق فيها لان يطلع كود كل واحد كل متسابق يطلع كود طيب سؤال 600 قيمة الجهاز ولا اسمع اسمع يطلع كود يطلع كود وصورة المتسابق على القناة او على الحساب التواصل الاجتماعي اتعب لنفسك سوق لنفسك ثاني شغلة توفيق ممكن ممكن ها يطلع بالقناة شخص حاب نواف من موقف من كلمة شيء يكثر كابتشر عليها اشترك عن طريق نواف 10%
تروح للوقت صح ولا لا؟ بس مين بسمه؟ وبعد هو داعمك، هو متجمل فيك، لازم ترد الجبين تثبت الرياليتي. ليش؟ لأنه حرق لك 10 غند، فهي دين ودنيا. صح. ولا تركز على غندات، والله إن هذه أسمى، معلش والله إنها أسمى من غندات. الغندات تبي تروح بكرة مسابقة هذا يبقى. أسمع. قبل أنا من هالمنبر هذا. أو ترى بيضربنا. من المنبر هذا. شنو؟ راح أحط سؤال بسنابي. اللي يفوز اول اجابتين اشتراكهم بقناه المجد بالريسيفر هذا اشتراكهم على حسابي. اول اجابتين نعم ياخذ رقم سعد رقمه كله ركان واللي بس هذا سعد رقم اسمع الكود اشترك منه كودي ايا كان احنا ما بس السؤال لما يجاوبون عليه نسوي سحب اول اجابتين لو في حساب القناه افضل لا انا ما اسوي على كود برا هو على هو بيسوي مسابقه طيب انت بتشتري لهم بكودك اي رجع بيت عن نفسه انا انت خالد اي تفضل جاوب دور تدري اشتريها بكود منو ما اعرف ها منو ايوه سووا مسابقه سحب ثاني بين الشباب ايوه اضبط بين المسابقين بجروب سحب سؤال مو سحب سؤال اللي جاوب عليه اجابه من دكتكه مسابقه في بطن اشتري للي يجاوبون على السؤال من كوده مثلا جاوب فهد على السؤال اشتري الاول جبتي ايش رايك فيني يستاهلون ايش رايك فيني تفضل يستاهلون جيب لك كوده كانت عشان قال فهد يعني لا ولا يمنع انكم انتم بعد تنشرون تكسبون الاجر دوري تكسبون الاجر والله تكسبون الاجر انشروا والله يوفقكم ان شاء الله هذا حسود يبي ينشر زيك ولا تخلون بيوتكم تخلى من قنوات قناه اول المجد باذن الله والله المجد طيب كمل ولا فيها فرق صراحه عن يا مجدنا سمع عبد الله لا تستخسر شيء عامل لاطفالك انت لما تروح تشتري الملابس لاطفالك لعيالك تدور لهم الشيء الاصلي هم يشوفون دقيقه هم يشوفون لبس الاطفال اللي في السفر هذا ويعجبهم يقول ودنا اشترينا انت لما تبي اشكرك على المداخله اشكرك يا فهد سالتني سؤال صح انت لما تشتري لعيالك تشتريهم افضل الملابس واحسن الملابس لما تروح تودي عيالك اكل ولا شيء تجيب لهم الاكل الصحي المفيد لهم صح ولا لا دائما اغلى ما عند الشخص ابنائه اخوانه الصغار اصدقائه الكفر هذا عامل اصدقاء الكفر هذا آمن للأطفال احرصوا عليه الربع احرصوا عليه ولكم الأجر إن شاء الله حطوا بين عيونكم 10% حقة الوقف والله يكتب أجركم الربع واعتذر على المقاطعة تلمع توطى بين عيونك على فرشاتك واسمع أنت الله يجزاك خير خاف تنسرك ولا تنسون المسابقة أشكرك أبو بندر الله لا يهينك أبو بندر ليش زعلان ها ليش زعلان أنا ما نزعلان لا تكتمها يا مسلم ليش